بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا إن تمسكنا به خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، التي أعظمها وأتمها نعمة الإسلام، الذي أصلح الله به عقيدتكم ووفر به أمنكم واستقراركم وحفظ به دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ميزكم به على سائر الأمم. كانت بين الأوس والخزرج في المدينة في الجاهلية حروب طاحنة استمرت ما يزيد على 100 سنة، وهم في حرب واستنفار دائمة، وهما أختان وجارتان وفي بلد واحد. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وسمعوا به ووافوا الحج، وافوا موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج ويغشى الناس في منازلهم في منى، فأتى على الأوس والخزرج في منزلهم ودعاهم إلى الله وأسمعهم القرآن، فآمنوا به وبايعوه على النصرة والهجرة إليهم، فهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذهب الله ما بينهم من الإحن والأحقاد والحروب، وصاروا إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متباغضين، وكان يجلس بعضهم إلى بعض ويتآنسون فيما بينهم، فرآهم يهودي وهم على هذه الحالة فساءه اجتماعهم، فجاء إليهم وجلس بينهم وجعل يذكرهم بالحروب التي كانت بينهم، ويذكرهم بأشعارهم التي يقولها بعضهم في بعض، فغضب بعضهم على بعض وكادوا أن يقتتلوا وتواعدوا الحرب. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهدأهم وحذرهم من مغبة هذه الثائرة، فسكنوا. ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام فسكنوا، وأقبل بعضهم على بعض يسلم بعضهم على بعض ويبكون. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات يذكر الأوس والخزرج بنعمته عليهم، وما أذهب الله عنهم من الحروب والشحناء والثارات، وما ألف به بين قلوبهم فصاروا إخوانا متحابين، ويحذرهم مما يزيل هذه النعمة ويحل بهم النقمة، فأثر ذلك فيهم ثباتا وزادهم يقينا، وانعكس الأمر على هذا اليهودي الخبيث. ولا يزال اليهود وسائر الكفار على هذا النمط يكيدون للمسلمين، يريدون أن ينزعوا هذه النعمة، نعمة الإسلام، حتى يصبحوا بأيديهم وفي مطامعهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يبقى دينه ويحمي عباده المؤمنين إذا هم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. في هذين الحديثين هذه الوصايا الثلاث: الأولى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يخلصوا العمل لله عز وجل، فإن هذا هو رأس الأمر وأساس الدين، مصدر النعمة على العباد، وهو التوحيد الخالص لله عز وجل، وإصلاح العقيدة التي خلقهم الله من أجلها: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبدوا الله فإن الله جل وعلا يثيبهم، وتكون عاقبة الأمر لهم خيراً في الدنيا والآخرة، فترجع عبادتهم لله، ترجع عليهم بالنفع والاستقرار والأمان. فالله لم يأمرهم بعبادته لمصلحته هو، لأنه غني عنهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم، ليتصلوا بالله عز وجل فيجود الله عليهم بالخير والبركات وينقذهم من النار ويدخلهم الجنة. وقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. ولهذا في الحديث الثاني: إخلاص العمل لله لئلا يكون فيه شرك، فإن العمل وإن كان صالحا
وإن كان الإنسان يعبد الله فإذا عبد معه غيره بطلت عبادته لله، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. المسألة الثانية: مناصحة ولاة الأمور الذين جعلهم الله ولاة على المسلمين، لأن اتخاذ ولاة الأمور أمر ضروري للأمة، لأنها لا تجتمع كلمتها ولا تتوفر قوتها إلا بقيادة تقودها. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، فلا بد من القيادة، والقيادة لا تتحقق إلا مع المناصحة من الرعية. والمناصحة تتلخص في أن ينصح ولي الأمر إذا حصلت أخطاء منه أو من رعيته، أن ينصح في إصلاح هذه الأخطاء ببيان الحق له من غير فتنة ومن غير تحريش، بل مبلغ بالنصيحة مباشرة بينه وبين الناصح، إما عن طريق المشافهة، وإما عن طريق المكاتبة، وإما عن طريق الوصية لمن يتصل به بأن يبلغه. فهذا من حق الراعي على الرعية أنهم يناصحونه فيما يرون فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. وكذلك من مناصحة ولي الأمر كف اللسان عن نشر معائب ولاة الأمور بين الناس وفي المجالس، هذه خيانة لولاة الأمور وإثارة للفتنة، فهذا من الغدر والخيانة وليس من النصيحة، وإنما يبلغون بما يليق بهم، يبلغون به ولا ينشر على الناس. وكذلك من مناصحة ولاة الأمور أن يقوم كل مسؤول في الدولة أن يقوم بعمله الذي وكل إليه القيام به على خير وجه، ولا يتكاسل ولا يتأخر ولا يتغيب عن عمله، ولا يحابي أحدا دون أحد، ولا يأخذ الرشوة، وإنما يقوم بالأمر كما كلف به من غير نقص. هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين، لأنه ائتمنك على هذا العمل وجعله في رقبتك وفي ذمتك، فلا بد أن تقوم به على الوجه المطلوب حسب الإمكان. وكذلك من النصيحة لولي الأمر الدعاء له بالصلاح والاستقامة، وهذا شأن السلف الصالح، أنهم كانوا يدعون لولاة أمورهم بالصلاح والاستقامة والإعانة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا صلحوا صلح الأمر وصلح المسلمون. فالدعاء لهم ليس لذواتهم فقط، وإنما هو لمصلحة المسلمين. ولهذا يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة فصرفتها للسلطان. وكان السلف إذا رأوا طالب العلم لا يدعو لولاة الأمور يتهمونه بسوء النية، ويتهمونه بالغش، كانوا يتهمونه. والآن بالعكس، الذي يدعو لولاة الأمور يتهم بأنه مداهن وأنه منافق وأنه انتكست الأمور. ف
فنحن لا ندعو لولاة الأمور إلا لأن في ذلك مصلحة المسلمين جميعاً، لأنهم إذا صلحوا أصلح الله بهم الأمة وحمى بهم الدين. الدعاء لهم أمر ضروري. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، هذه وصية عظيمة، أننا نتمسك بالكتاب والسنة في أنفسنا في أعمالنا وفيما بيننا وفي خصوماتنا واختلافاتنا، نتمسك بالكتاب والسنة لأن فيهما الهدى والبيان والرشاد والخير لمن تمسك بهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدل على أنه لا يحصل الاجتماع، اجتماع الكلمة، إلا بالاعتصام بكتاب الله. أما إذا أخذ كل له مذهبا واتخذ كل واحد له منهجا وتفرقت الأمة إلى أحزاب وإلى طوائف، فإنها تضيع وتتناحى. فلا بد أن تكون الأمة متفقة متحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يرضي الناس إلا الكتاب والسنة، ولا يرضيهم شيء غير الكتاب والسنة. فلا بد من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننبذ الخلافات وننبذ التفرق وننبذ التعصب، ونرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فهذه أمور نبهنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تضمن لنا بقاء كلمتنا وبقاء قوتنا ووحدتنا. كانت هذه البلاد كغيرها من البلدان الأخرى في تشتت وفي ضياع، كل قرية يحكمها حاكم يستقل بها عن القرية الأخرى. كانت فيها إمارات وحكام متعددين لا يخضعون لسلطان واحد، وكانوا في العقائد أيضاً سرى عليهم ما سرى على الناس من الخرافات والبدع والمحدثات والشركيات، وكانوا يتحاكمون إلى الأنظمة وإلى عوائد البوادي والأعراب. فلما من الله عليها بدعوة الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعاهم إلى التوحيد وإلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى الحكم بما أنزل الله، وقامت الدولة على هذا الأساس واستمرت ولله الحمد إلى وقتنا هذا. فهذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها، ولكن نخشى
نخشى أن يتدخل الأشرار وأهل الباطل فيما بيننا ليفرقوا كلمتنا ويضيعوا مكانتنا وكياننا، فلنحذر من هؤلاء الذين حذرنا الله تعالى منهم. والنعم إنما تستقر بالشكر، أن تعرف أولاً ثم تشكر. والشكر له ثلاثة أركان: الركن الأول الاعتراف بالنعم ظاهراً، الاعتراف بالنعم ظاهراً بأن ينطق بها ويعدها، والاعتراف بها باطناً بأن يعتقد بقلبه أنها من الله، لا بحوله ولا بقوته ولا من فلان ولا علان، وإنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثالث أن يصرفها في طاعة الله ومرضاته، لا يصرفها في معاصي الله وفي اللهو واللعب والشهوات والمعاصي، وإنما يصرف النعم ويستعين بها على طاعة مسديها وموليها سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه لا بد من وجود شيء من الاختلاف والشقاق فيما بين الناس، ولا بد من أن ينزغ الشيطان بين المسلمين أفراداً وجماعات، فيحصل من بعضهم على بعض غل وحقد وانقسام، ولكن هذا يزول بالإصلاح، يزول بالإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمسلم يسعى بالإصلاح بين إخوانه، فإذا رأى بين اثنين أو بين جماعتين شيء من سوء التفاهم فإنه يصلح بينهم، عكس النمامين الذين يوقدون الفتنة والتحريش بين الناس. أما المصلح فإنه يسعى باجتماع الكلمة وإزالة الأحقاد واجتماع القلوب، وله في ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكونوا من الدعاة إلى الإصلاح بين الناس لتفوزوا بهذا الأجر، بهذا الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإصلاح وقال: إن فساد ذات البين هو الحالقة،
لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيجب على المسلمين أن يسعوا بالإصلاح بين إخوانهم أفراداً أو جماعات. وحتى إذا تحمل المصلح بين الناس تحمل مالاً فإنه يعطى من الزكاة ولا يترك يتحمل المال والغرامة وحده فيجحف ذلك بماله، بل يعطى من الزكاة وإن كان غنياً، لأنه يسعى في خير وفي صالح المسلمين، مما يدل على أهمية الإصلاح بين الناس. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحم، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.